أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعميماً بمنع غير السعوديين من المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي انطلاقاً من المهمات الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع بضبط مخالفات الإعلان. وأوضحت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أنه بالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية.